شرقية شرقية خير وبحر هادي تتغنى بالنخوة طيبة أهاليها. شرقية شرقية خير وبحر هادي تتغنى بالنخوة طيبة أهاليها. يا زينها والله شرقية بلادي الغالية والله وسعود غاليها. يا زينها والله شرقية بلادي الغالية والله وسعود غاليها. شرقية شرقية خير وبحر هادي تتغنى بالنخوة. في كل حلوة جديد في هذا المساء العطري الرائع لوجودكم نقول لكم قدكم وطاب هذا اللقاء بكل خير. أيها الجمهور الكريم، استشعارا من صحة الشرقية بروح المسؤولية تجاه صحة أبنائها واهتمامها في إقامة الأنشطة الرياضية الصحية، وذلك بدعم وتشجيع سعادة مديرها العام الدكتور صالح الصالحي لتنظيم البرامج التوعوية لتنشئة أطفالنا التنشئة الصحية السليمة. جميل. فها نحن نلتقي في هذا الحدث الرياضي الصحي الأول، ونقول لكم حياكم الله أخواننا وأخواتنا وأبنائنا الحضور في مناسبة الحفل الختامي للمرحلة الأول الذي نقومته الصحة الشرقية، وتم تشكيله من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود النايب بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية حفظه الله. جميل. حضورنا الأعزاء تضافر الجهود أعضاء اللجنة المنطقة للماراثون. جميل. لتحقيق أهداف هذا الحدث الرياضي التوعوي. وفي بداية هذا اليوم لديهم كلمة يلقيها سعادة مدير العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بالصحة الشرقية الأستاذ خالد حسيني. كلام شديد. فيتفضل مشكورا. سعادة الدكتور صالح محمد الصالحي مدير عام الشؤون الصحية بالصحة الشرقية، أصحاب السعادة مساعدين مدير عام، أصحاب السعادة إدارة المستشفيات والضيوف. أكيد يا ريت نجهز كلمة بس في مضيق الوقت ما يخلينا نقولها، فبتصل بس إذا تقدم الشكر الجديد إلى صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى على نجاح هذا المهرجان، وسعادة الدكتور صالح الصالح مدير عام الشؤون الصحية اللي كان وراء كل صغيرة وكبيرة في هذا المهرجان. لا أزال أتقدم بالشكر إلى سعادة الأستاذ ريح محمد عسير مساعد مدير عام الإمداد ووقف الصادقة معانا. أحب أن أشكر أيضا مدراء المستشفيات ومستشفى الأهل والأطفال دكتور صالح السلوك على دعمه، أيضا مستشفى الرقيق مستشفى دكتور كامل العباد وبقية المستشفيات اللي دعمونا، إدارة المديرية أيضا ساعدونا، إدارة الخدمات العامة، الأمن والسلامة، إدارة الطوارئ والأزمات، الحقيقة كلها كانت لها دور مختلفة معنا في نجاح هذا المهرجان. أحب أن أشكر زملائي في اللجنة المنظمة على دورهم الكبير. أبشر بشارك معنا أخواننا في كل دراجة ركن مكان مميز، ما أدري إذا نسيت أحد ولا أعذروني يعني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورنا الكريم، وفي ما يلي يحيل الآن إعلان حصاد جوائز الماراثون للفائزين بالمراكز الأولى. بالمناسبة جميع المشاركين فائزين، فقد شهدت جميع فئات سباق تنافسا قويا رغم سهولة الأجواء، لم يخلو من الإثارة والندية منذ انطلاقته حتى نهايته. وتتويجا للفائزين بالمراكز الأولى للفئة الأولى اللي هي ما بين 6 إلى 8 سنوات، ما تسمعون الفائزين؟ نوجه دعوة لسعادة الدكتور صالح الصالحي بالصعود إلى المنصة. فقد حازت على المركز الثالث عنود درويشي، جايبتها 500 ريال.
شكرا لكم، نرحبكم اخواني بس نعم صوره تجاريه مع اخوان الشرقيه، صوره تجاريه سنة. إيه وأبوي يشجعني وأهلي كلهم يشجعوني إن أمارس الرياضة من خلال أخوي بهاء، هذا يقول لي في حفلة كبيرة وفي أشياء حقية الرياضة وأنت تحب الرياضة تعال معنا وإن شاء الله في لك شيء جيد فيها. لأبوي وأهلي واللي ضربوني وكل شيء فيه، وحتى اللي في المدرسة الكباتن اللي يمرنوني في المدرسة، لأهلي والمدربين اللي في المدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم في مشاركتكم معنا. طبعا الماراثون هذا هو مجرد رسالة نرسلها إلى المجتمع يعني الانتباه إلى مشكلة السمنة عند الأطفال جيل المستقبل، الذين طبعا إذا لم يعني نضع الخطط المحلية سواء في الأسرة وفي المجتمع بشكل عام ستكون هناك مشكلة كبيرة قادمة للمجتمع. ما في شك ان يعني في تسليط ضوء على سمنة الكبار والبالغين، ولكن سمنة الاطفال لم يتم تسليط الضوء عليها، خصوصا اذا عرفنا ان 30% من طلبة المدارس تقريبا بعض الدراسات تشير الى عندهم سمنة. لذلك جيل المستقبل يعني حببنا في المنطقة الشرقية، صحة المنطقة الشرقية، بعمل برنامج وقائي طويل الامد لتخفيف من السمنة وعباء السمنة على الطفل والأسرة من خلال برامج مختلفة نشارك فيها وزارة التربية والتعليم، وكذلك نشارك فيها الأمانة مدينة الدمام والمنطقة الشرقية لعمل جهود وبرامج مختلفة لحث الأسر والأطفال على الرياضة، الأكل السليم، العادات السلوكية الجيدة في الأكل والمعيشة بشكل عام. ويتمنى إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تصل الرسالة يعني إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين، وأن يتم انتباه إلى الأسر، لأن كثير من الآباء يعتقد أنه يعني مجرد يعني مكافأة أو إعطاء أو إسعاد طفله بوجبة من الأكلات السريعة الدسمة أو بعض المشروبات الغازية يعني المليئة بالسكريات والمواد الحافظة قد يرى أنها لإسعاد طفله، وهي في الحقيقة هي ضارة جدا للطفل على الأمد البعيد وكذلك الأمد القريب، الجانب النفسي وكذلك الجانب الصحي الطبي. طبعا ما في شك أن السمنة عند الأطفال لها جوانب مختلفة، التعامل معها أولا من الناحية الوقائية ومن الناحية العلاجية، وكذلك من التعامل مع المضاعفات الموجودة. لذلك صمم المعرض المصاحب لهذا الماراثون لكي أولا يعني يبين الأهل كيفية تشخيص السمنة وما هي معدلات السمنة لتعتبر، ومن ثم معرفة المضاعفات التي قد تكون بالسمنة لدى الأطفال، ومن ثم كيفية التعامل معها. كثير من الأسر يجد مشكلة في تهيئة البدائل من الأكل أو تهيئة الجلسة في المنزل، أو ليس لديهم قواعد بالنسبة عدد ساعات المشاهدة التلفاز وألعاب الفيديو المختلفة عند الطفل. تجد الطفل يعني يقعد 8 ساعات أو 9 ساعات أو 6 ساعات يشاهد التلفاز أو يلعب في ألعاب الفيديو المختلفة. هذا البرنامج صمم لتدريب وتعليم الأهل عن كيفية المعايير الأساسية والقياسية فيما يخص ما ذكرت سابقا. كذلك هناك ركن ل يعني تدريب الأهل والطفل على الرياضة وكيفية مزاولة الرياضة بناء على وزن الطفل والاستعداده النفسي وما إلى ذلك، من رياضة خفيفة إلى رياضة متوسطة إلى رياضة منزلية إلى رياضة في الدراجة خارج المنزل.
يعني المثقفين الصحيين والاخوان المشاركين في المعرض لديهم خبره كبيره جدا، وكان يعني اقبال منقطع النظير، لم نكن نتوقع الاقبال الكبير من الاهل على التعلم اكثر عن السنه ومشاكل السمنه عند الاطفال. فلله الحمد، اتمنى ان شاء الله ان نوفق في عمل برامج اخرى اضافيه طويله الامد لتقليل من عبء السمنه عند الاطفال ان شاء الله. ما في شك ان شاء الله ان الشؤون الصحيه يعني عازمه على اقامه هالماراثون كل سنه، ولكن الماراثون ليس هو الهدف بحد ذاته، هو مجرد رساله للمجتمع بالتوعيه بخطوره سمنه الاطفال ويعني وجوب التعامل معها من كافه المشاركين. فان شاء الله سيستمر، والبرنامج التوعوي التثقيفي لدينا في سمنه الاطفال على مدار العام ومشاركه المدرسه والبيئات المختلفه للطفل، فان شاء الله سيستمر باذن الله. ان شاء الله فخورين بحضوركم وقناتكم المميزه وقناه الجمهور، والحمد لله ونشكر الله. كانت هذا الموضوع كان فكره من وتوجيهات من سعاده المدير عام الشؤون الصحيه، والحمد لله انها تبلورت الى ارض واقع وكما رايتم هذا اليوم. وان شاء الله باذن الله رايح باذن الله ان نراها في القريب العاجل نتائجها ان شاء الله في خلال السنوات القادمه. يكفي المنطقه الشرقيه ان شاء الله، وطننا الحبيب الغالي ان شاء الله ينجني ثمارها، وخصوصا المنطقه الشرقيه كاول منطقه بدات بهذا البرنامج ومثلا في الشؤون الصحيه ومشاركة مع التربية والتعليم. وإن شاء الله خلال سنوات قليلة قادمة سوف تظهر النتائج، وإن شاء الله أن النتائج تسر الجميع. الحمد لله رب العالمين، هذا المهرجان أسعد المنطقة الشرقية كاملة، ممثلة بمنطقة الشرقية بصحة الشرقية. كان الهدف الأساسي من هالتنظيم هو مكافحة السمنة، وكنا مشاركين بأربع أركان في قسم العلاج الطبيعي، أركان عن دور الرياضة وكيف تقيها، دور النمط الحياة وكيف تتعامل مع نمط الحياة، أجهزتي وكيف تتعامل مع الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى كان دورنا من ناحية التنظيمية من لجنة الحكام حق الماراثون الجري. الحمد لله لابد في أغلاط، الأغلاط إن شاء الله في الناحية في النسخة الثانية نحاول أن نتجنبها، بس بتكافل هالمجتمع ده هدفنا الأساسي هو مكافحة السمنة. اللي شاركوا في المعرض وفي المهرجان تجاوز 1500 مشارك. الآن في عصر التكنولوجيا خاصة عندنا النشأ قاموا يلتجئون إلى التكنولوجيا الصامتة، يعني تكنولوجيا وهم جالسين هم نايمين. الآن نبغى الرسالة الأساسية كيف تكافح السمنة، وهي بممارسة النشاط الرياضي. النشاط الرياضي أساسي لمكافحة أي سمنة وأي أمراض أخرى. أخوان متطوعين موجودين هنا بخدمتكم. طبعا حفلنا هذا كان برعاية برعاية شركة الخليج الطبية المحدودة والجهات المشاركة، أمانة المنطقة الشرقية وأمانة المنطقة الشرقية وتنظيم وكالة الاتصال مشكور. نسمع تحية لهم يا أخوان، تحية. نبي نلعب مع الأولاد ولا مع البنات؟ تبون تلعبون؟ تبون هدايا؟ طيب اختار من الأولاد. وقفوا هنا بس. انت وقف عند الأصفر، انت الأسود. وين اختار؟ وقف عند هذا أخضر. ها اوكي، باقي بنفسجي وأزرق. تعال انت. ايه اصبر اصبر، نشيل ايوه هذا عشان اعرف اتكلم وياك. تعال بارك الله فيك، انت اللون البنفسجي هذا. طيب لا يا حظي، خله مكانه بس اعرف مكانك. ايه ايش اللون اللي باقي؟ ازرق صح، باقي الازرق. تعال انت يلا. لا هذا ايه، ايه تعال الفريق هذا. ايش اسمك بالخير؟ مشعل. مشعل انت اللون الاسود. ايش اسمك؟ صالح. انت اللون بنفسجي هذا. سلمان. سلمان انت اللون الاصفر. انت محمد. الازرق. اسلام. اسلام الاخضر. طريقه اللعبه انت اللون، كل واحد عنده لون، مثل ما قلنا لك ما تشيلها بيدك ولا تفقعها بيدك، تمشي عند البالونه تجلس تفقعها، ما تفقعها بيدك.
اول اثنين فايزين. تمام؟ بلونه بلونه. شوف عندك خمس هنا. كل واحد عنده خمس بلونات. في كل مكان كل واحد عنده خمس بلونات. شوف قاع متفوز. تعال هنا 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 تعال. تعال. استعد. استعد حبيبي استعد. يلا واحد اثنين ثلاثة. روح افقع يلا. هناك بعد. افقع. للحين هذا الاصفر خلص. باقي منو؟ دقيقة خلص؟ لا غلط. خلص؟ تعال. خلص؟ خلص؟ انت الثاني تعال. تعال. بعد واحدة؟ لا في سودة هنا. طيب افقعها. وزي وخر. يقول خليه يوخر. خذ راحتك. حلوين. الفازوا هنا الأربع الأوائل. أعطوهم تحية بالأول. عطم تحية. ما حد يطلع منكم زعلان. تفضلوا سلموا هدايا. وسلمان روح تفضل سلم هديتك. تفضلوا. تبي تلعب؟ إن شاء الله. تبي تلعب؟ طيب بنختار الأكبر شوي. إيش رأيكم نختار الشباب؟ لا 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 الرجال الرجال نختار الرجال. طيب المتزوج أنت بعد. يا الله سبحان الصدف. إيش رأيك تشاركنا؟ حلوين بس هي رياضية بعد. وقف خلنا نشوفك. يلا تعال تعال استاذي لابس اخضر تفضل. لعبة حلوة ما في احراج. خاطب انت؟ خاطب يمكن تستحي خط يعني. هنا اربعة حلوين. ناجي الدوسري انت كابتنهم. طيب نبغى اربع زيادة. ترى الوجبات للاطفال. انا اشوف احد ما ديدع صندوق اللي بجنبه. ديروا بالكم وجبات الأطفال. تعال قوم 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 شغال أنت زعتر. تعال تعال تفضل. الشباب اللي ورا من اللي بيشترك؟ أستاذي الدكتور تشاركنا لعبة خفيفة. كابتن نادي الدوسري معنا قوم شاركنا. ما يصير. طيب ها منو حياك حياك. لا قول حق بابا يجي. قول حق بابا يجي. ايوه انت ايه اللي وراك خليه يجي. يلا خلينا نلعب تكفون. نادي الدوسري لا تفضل استاذي. ايوه تفضل. تعال تعال حلوه والله والله حلوه. اوكي تعال بسرعه 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 ماكو وقت بسرعه. اي حظي. يلا لا بعدين طال عمرك. نبي تعال اقول لك. تعال تعال هنا تفضل. نبي اثنين تفضل. اي انت تفضل. وقف مع الرجال. لا والله لا والله تفضل. اثنين اربعة. في اثنين زيادة ولا نكمل؟ اثنين كبار يبون ولا نلعب خلاص؟ طيب اوكي. طبعا قبل لا نلعب الشكر نبغى تحية كبيرة للإخوان من دوريات الأمنية الموجودين معنا في المنطقة. معنا الدفاع المدني تحية كبيرة. شكرا على مجهود إخواننا رجال الأمن المتواجدين هنا يعطيكم العافية. نتعرف على الشباب. فلاح قحطاني. فلاح قحطاني. يوسف البلوي. محمد الزهراني. محمد زكي. علي العنزي. طوال قحطاني. زاهر. ناجي الدوسري. أهلا وسهلا فيكم ومنورين. من بعد إذنك تفضل عندي هنا. يتفضل تفضل مكاني. حلو وسو كذا انت صاحبك. تعال تعال جنبه. سو كذا مد يدك مد يدك مسافه. ايه لا 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 تحطها على كتف لزق. ايوه مد يدك بعد شوي. حلوين حلوين. تعال هنا كابتن ناجي. مد يدينكم مسافتكم. ايه بس ما عليك. تعال هنا تفضل تفضل. حلوين حلوين. خذوا مسافة زي الإخوان من شوي. بعدوا بين بعض عارفين هذه بس بعد بينك وبين البلوي شوي. حلوين. اللعبة سلمك الله هي كالتالي. أنك تدخل رجلك كذا عزكم الله وكذا كذا وتعطيها اللي جنبك.
سالفة هي تشيلها من هنا طال عمرك كذا 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 وترميها خويك حلو يعني بمعنى نبي نشوف الصروال. كل فريق عنده 5 حلقات توصل الحلقة الأولى هنا تبدأ بالثانية تمام واضح 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 4 جوائز ما عندي زيادة يعني للفريق الواحد واحد اثنين ثلاثة شيل واحدة بواحدة جاهزين سلام عليكم أنا أقول أنتم من وين يعني أنتم كنتوا تلعبون في ألعاب أولمبية سابقة إيه لا فروسيا كنتوا حلو شجعوهم عاد كل واحد وانتماء أنتوا ما خلي شجرة أوكي 1 2 3 أسرع 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 فريق أسرع فريق يا شرقية خير وبحر هادي تتغنى بالنخوة وطيبة أهاليها شرقية شرقية خير وبحر هادي تتغنى بالنخوة ويت وطيبة أهاليها روح 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 إيه كابتن ناجي انتبه إيه بلادي الغالية والله وسعود غاليها يا زينها والله شرقية بلادي الغالية والله وسعود غاليها مين 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 ولد 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 تحية كبيرة لهذا الفريق وهارد لك لهذا الفريق سامحونا تشرفنا بكم يعطيكم العافية تفضلوا استلموا هداياكم من اخونا احمد موجود هنا شكرا مبسوط حضرتك فشكرا لحضوركم سامحونا على القصور سامحونا على القصور كنت معاكم اخوكم احمد شامسي وشكرا للصوتيات وشكرا لوكالة على الاتصال شرقية خير وبحر هادي تتغنى بالنخوة وطيبة أهاليها شرقية شرقية